محافظة الجوز، هذه هي الجوز، محافظة ضخمة كبيرة بسبب أنها قبل مكة 400 كيلو، فيكثر فيها الحجاج والمسافرون والفنادق وإلى آخره آخره. ملينا نحبه شيد يا شيد من محافظة القنفجة، وشمعني سلام القشطة. محافظة غروب والريس وقازان وعسير وظهران الجنوب وضرورا في الدرب، ومحافظة الشقيق، محافظة الشواطئ الجميلة والنظيفة، ومرورا ببيش، وادي بيش العظيم، ومحافظة البرق وعم الغنية بالأسماك، وأيضا محافظة الضحمة ومحافظة الكرادة والمضيليف. جاري التوجه الآن بإذن الله نحو عاصمة الشواطئ الغربية محافظة القنفذة. يعني حصلت المحل الحمد لله في القنفذة، وراح العامل يجيب شو اسمه هذا الخوذة، وراح يجيب اسطب عشان بغير الاسطب الخلفي، وتشيك عام على الدراجة، لازم الدراجة تشيك وكذا. والله يا أخي الدبابات هذه حلوة، هذا دباب بطة ضخم. يا ساتر، محافظة المقواة بجوار محافظة حلوة، مسار الرحلة بيكون بإذن الله نحو المقواة. غزيرة يا ساتر يا رب، ايه البرد ده؟ الله اكبر، يا ساتر، برد برد، يا لطيف يا لطيف، الطف. الحمد لله يوم وصلت الفندق نزل البرد، اللهم لك الحمد.